السلام عليكم، معكم مصطفى زيدان من تيم اي اس. هنشرح انجينيرنج ده. بداية المحتوى اللي عندنا، احنا عندنا 2D sketching اللي هي رسومات ثنائية الأبعاد، اللي هي احنا خدناها في الترم الأول كتقسيم قطع مستقيمة، كرسم لمسات أو كأشكال منتظمة. بعد كده خدنا isometric اللي هو أشكال ثلاثية الأبعاد. بعد كده خدنا projection اللي هي المساقط. خدنا سيكشنينج اللي هو التحشيه او ان انت بتقسم البعض جزئين. وخدنا في التايم ده ستيل. الغرض كله من البرزنتيشن اللي احنا بنعملها دي ان الايماجينيشن، التخيل. احنا هنوريكم ان شاء الله اجزاء كتير جدا. بداية الحاجات اللي احنا هنعملها عشان نبقى كويسين في مادة الرسم الهندسي، اول حاجة improve imagination، وهو ده الغرض زي ما قلنا من البرزنتيشن او الاجزاء اللي احنا هنشوفها بعد كده. learn the steps and sequence، في حاجات ليها تتابع وليها خطوات تمشي عليها عشان في الاخر توصل لها. زي مثلا في الـ 2D انت ازاي الخطوات اللي بتمشي عليها عشان تعمل الماس، الخطوات اللي بتمشي عليها عشان تعمل شكل منتظم، شكل خماسي او ثلاثي. بعد كده البراكتسنج، وهي الممارسة هتعود ايدك على الرسم. يعني انت مثلا بتلاقي ان في اشكال، مثلا لو انت ضيعت ملي من هنا وملي من هنا، فانت لو الشكل بيتقفل على بعض مش هتعرف ازاي تقفله على بعض. هنبتدي في الاول بالايزومتريك اند بروجكشن. الايزومتريك هي الاشكال ثلاثية الابعاد زي ما احنا شايفين كده. ايه هو البروجكشن؟ البروجكشن هو المساقط. انا عندي ثلاث مساقط لكل رسم: الاليفيجن اللي هو المسقط الامامي، السايد فيو المسقط الجانبي، والبلان المسقط اللي انا بشوفه الرأسي اللي هو انا بشوفه من فوق. طيب نيجي نبص على حاجه زي كده. البلان هو دايما المسقط اللي فوق اللي هو العلوي ده. طيب انا عندي تحت مسقطين، هشوف انهي فيهم الاطول، والاطول ده هو اللي هيكون الاليفيجن، والتاني هيبقى السايد فيو. نفس الحكايه، لو انا جيت على اي جزء بصيت من الاليفيجن هنا كده اللي هو الفرونت، يعني اللي هو الاليفيجن، وبعد كده هنا ابص من التوب عشان اجيب البلان، وابص من هنا عشان اجيب السايد فيو. طيب ده تمرين بسيط كده هنبص عليه. بدايه ادي اشكال ايزومتريك، والاشكال دي احنا هنستنتج منها الثلاث مساقط. طيب المسقط الاولاني هنا هنستنتج الاليفيجن. الاليفيجن هيكون انهي؟ طيب هو انا عندي هنا مسقط هنا وادي مسقط ادي، يبقى ده الاليفيجن. ليه؟ لان ده اطول. لو كان ده الاطول كان هيبقى هو ده الاليفيجن. طيب لو انا بصيت من هنا ايه اللي انا هشوفه؟ انا هشوف من هنا كده مستطيل، وفي هنا كده بعض ايه طالع منه الحته دي، يعني هو مستطيل وطالع منه الجزء ده، هو ده بس اللي موجود عندي في الاليفيجن. في اي حاجه مخفيه في الجزء ده؟ لا مفيش اي حاجه مخفيه عندي في الجزء ده، بس يبقى هو نمبر سي هنا هو الاليفيجن بتاعي. طيب تعالوا انا عايز نفكر بوضع تاني اللي هو ايه؟ ان السايد فيو هو امتداد الاليفيجن. بمعنى ايه؟ بمعنى خلينا نبص على الفيديو ده. لو اعتبرنا ان ده الاليفيجن بتاع الشكل اللي لسه شايفينه من شويه، انا لو عملت ده امتداد بالطول بتاع السايد فيو هو ده، وبعد كده اول ما اخلص الامتداد بتاعه تحول الى شكل ايزومتريك عادي. يعني هنا انا لو تخيلتها كده هنبتدي نستنتج المساقط من اشكال الايزومتريك. ادي من هنا كده ده الاطول، فده الاليفيجن، ده السايد، ومن فوق البلان. ايه هي الحدود بتاعي الاليفيجن؟ فانا شايف الاطار ده كده، ده كده حدود الاليفيجن، حدود السايد هو الاطار ده. طيب انا عندي السايد كذا مستوى، ادي مستوى وادي اتنين، انا هعمل مستطيل ولاين واحد هنا عشان يبقى فرق المستوى. لو لاحظنا من فوق من البلان هي نفس الحكايه، ادي مستطيل وهيبقى
في لاين واحد اللي هو ده عشان يبقى فوق المستوى. لو بصينا للتاني هنبص من الاليفيجن اللي هو ده لان ده اطول، هنلاقي الاطار الخارجي ده كده. لو بصينا من السايد هنلاقي هيبقى فيه مستطيل، وهنا ده بداية مستوى اللي هو المستوى المائل بزاوية ده، وده هيكون نهاية المستوى المائل، وده هيكون نهاية المستطيل. لو بصينا من البلان نفس الموضوع، ده مستوى الميل ده كده هيبقى فيه خط هنا وخط هنا، وهيبقى فيه النهاية هنا سوليد لاين. يبقى انا عندي قد ايه؟ 1 2 3 4، هيبقى 4 سوليد لاين. تعالوا نبص للجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده هو لو بصينا من الفيجن هيبقى موجود حرف اللي هو الاي ده، اي ميل او اتش. من هنا هيبقى عندي مستطيل. طيب المستطيل ده في جزء مفرغ هنا وفي جزء مفرغ هنا. الجزء المفرغ ده هعبر عنه بداش لاين، هيبقى داش لاين بارلل للخط ده، وهيبقى في داش لاين برضه من تحت بارلل للخط ده. من البلان هيبقى عندي الاثنين دول على مستوى واحد، بس في مستوى لتحت، فانا هعبر عنه بتو لاينز سوليد من بدايته ونهايته. هنيجي نبص للشكل ده. الشكل ده هيبقى لو بصينا الفيجن هيبقى عامل زي حرف الاي. لو بصينا من السايد هيبقى فيه مستطيل. طيب المستطيل ده حدوده بس، انما في من جوه من هنا جزء مفرغ وفي هنا كمان جزء مفرغ. فانا الجزء المفرغ ده هحط من هنا كده خط يكون بارلل لي ده، الخط ده يكون فيه خط بارلل لي من هنا كده كنهاية المستوى، وهيبقى فيه خط بداية المستوى ده، خط بداية المستوى ده، يعني بداية المستطيل ده كده من تحت هيكون فيه خط، ومن فوق هيكون فيه خط، وهيبقى خطين داش لاين لأن هما هيكونوا مخفيين من السايد. لو بصيت من السايد فهما بالنسبة لي مخفيين. هنيجي نبص على البلان. البلان هتكون مستطيل وهيبقى فيه خط هنا بداية المستوى ده. هنيجي نبص على البات الأخير. البات الأخير أنت لو بصيت من الإليفيجن هتشوف أدي ده وده على مستوى واحد، بس برضه نفس الحكاية في مستوى داخل لجوه، فأنت هتحط هنا سوليد لاين وهنا سوليد لاين علشان اختلاف المستوى. بعد كده نفس الحكاية، النهاية ده كده ده كده مستوى وده مستوى تاني، فهتقفل ده كده بسوليد لاين. بعد كده هتخش هنا كده هتلاقي إن الحتة دي هتقفلها كده، هتقفلها كده بخطوط سوليد لأن الحتة دي كده متشالة من عندك، مش هتبان عندك أصلا في الإليفيجن. بس هو ده هيكون كل الديتيلز اللي في الإليفيجن. لو جيت بصيت من السايد نفس الحكاية، انت هتلاقي إن في هنا كده الجزء ده مفار، الجزء ده كده مفار، والجزء ده مستويات، يعني اللي انت عملته في الإليفيجن هتلاقيه من السايد، بس هتلاقيه من السايد بالظبط. يعني انت لو بصيت هنا على الإليفيجن هتلاقي نفس اللي انت هتشوفه من هنا انت هتشوفه ايه في السايد. بعد كده احنا هنيجي نبص على البلان. البلان هي حرف ال، بس انا عندي ان في مستويات هنا لازم انا انشلها. يبقى هحط من هنا كده داش لاين بارلل للخط ده، واحط من هنا داش لاين هنا كده بارلل للخط ده. بس كده المستطيل ده حدوده بس، انما في دلوقتي هنتكلم عن السكشنينج او السكشن فيو. السكشن فيو هو ان انا يبقى عندي جزء ثلاثي الابعاد او ثنائي الابعاد بقطعه، ونتيجه القطع ده في حاجات عندي مخفيه بتظهر، وفي حاجات عندي كانت مخفيه كنت بعبر عنها بداش لاين، لكن لما باخد سكشن فيو ما بعملش داش لاين، فالحاجات دي بتختفي خالص. اعرف منين ان انا في رسمه هاخد سكشن فيو؟
لما الاقي ان في باي في اخره سهل في اوله سهل واخد ح اي بي سي. اللاين ده هو السكشن فيو، ده المنشار اللي قطع في الجسم. انهي جزء هاخد؟ الجزء ده هاخد الجزء ده اللي قطع في الجسم حاليا، بعد ده جزء وبعد ده جزء. هاخد انهي؟ هقسم انهي؟ هقسم اللي الشهم اللي السهم يشوى عليه، السهم يشوى على الجزء ده، فانا خلاص الجزء ده كده هعتبره ان هو مش موجود، وهاخد الجزء ده اعمل له سكشن فيو. ده اول تجربة عملية، يعني نعتبر ان كل اللي فات ده كان انتروداكشن، وحاليا دي اول تجربة هتكون عملية. بداية عشان نشوف اي جسم هنحاول نتخيله، نحاول ان احنا نشوف كل الديتيلز اللي هو ايه عشان نقدر نتخيله. يعني في الاول شوف الفريم ايه اللي بقى عندك ده كده، وبعد كده تتخيل كل جزء جوه الجسم ده. سريعا كده يبقى احنا هنشوف من تحت ان في مستطيل، مستطيل وهنا المستطيل ده معمول له فيلت من الجنبين. الفيلت اللي من الجنبين دول طالما انا عندي، انا شفت ارك في حته، يبقى الارك ده هيتبدل بتو لاينز. يعني طالما في ارك هتشوفه تو لاينز. هنشوف الفيو التاني، يبقى الفيو التاني هادي بدايه الارك وادي نهايه الارك. نبتدي باللي بعده، هنشوف اللي هنا التو داش لاين. التو داش لاين دول اللي بيعبر عنهم هنا هما التو داش لاين دول. طيب اشمعنى دول؟ اشمعنى مش دول؟ لو احنا تخيلنا ان ده السايد فيو، يبقى السايد فيو ان انا لو بصيت من هنا كده انا هشوف. لو احنا جينا هنا كده واحنا فكرنا وعملنا ايماجينيشن، تخيلنا ان الجسم ده احنا لفيناه، السايد ده احنا لفيناه، يبقى ايه اللي من هنا هيتطابق هنا؟ يعني لو لفيته كده، لو لفيته كده بالاتجاه ده كده وخليت دي على دي، ايه اللي هيتطابق؟ اللي هيتطابق هو الجزء ده مع الجزء ده. نكمل هنلاقي ارك، يبقى انا هلاقيه تو لاينز. بعد كده هكمل هلاقي تو، هلاقي ارك تو لاينز. بعد كده هلاقي خط مستقيم. خط مستقيم هو مش ديتيل كفاية انه يفهمني ايه الشكل. وهبص الناحية التانية هلاقي ان الخط المستقيم ده موازي للدايرة دي، يبقى دي اسطوانة معمولة ولها استطالة. الاسطوانة بدايتها من هنا نهايتها من هنا، والاستطالة بتاعتها لحد الحدود بتاع الجسم ده. بعد كده الارك ده اتفقنا ان احنا هنقابله لاين، بس هنا احنا ملقيناهوش لاين، احنا لقيناه دايرة. يبقى الدايرة دي هي حدود الارك من فوق ومن تحت. ادي حدود الدايرة دي من فوق كده هي نهاية الارك، وبدايته مع الدايرة الأصغر منها. جواه أنا لقيت إن في دايرة، والدايرة دي الموازي ليها هو الداش لاين ده. الداش لاين ده هو الموازي ليها، يبقى دي بعض أسطوانة، بس أسطوانة مفرغة جوه الجسم. بعد كده لو لاحظنا هنلاقي ان الشكل اللي جوه ده تلات سيركلز دول هم التلات سيركلز دول، بس باختلاف الفيو. يعني التلاته دول هي نفس، يعني لو لاحظنا بعض من نفس الشكل بتاع في الفيو هنا، هو نفس الشكل ده بس مسافه. اللي بقى عندي ايه جوه الجسم؟ اللي بقى عندي هو الكام داش لاين دول. الداش لاين معنى كده ان ده مستوى، المعنى ان انا مش شايفه، يبقى ده تفريغ داخلي جوه الجسم. التفريغ الداخلي ده حدوده من الفيجن هي دي، وحدوده من السايد هي دي. بما ان ده كان اول جسم معانا، فانا مش هستنتج البلان، احنا هنشوفه وهنقول الاول كل حاجه بناء عليه. بداية انا مش عايزك تتفرج على البرنامج تشوف الاوامر بتاعته ايه. انا المقصود بالبرنامج هو ان انا اوريك بالشكل كثلاثي الابعاد، واحاول ان انا الففك حواليه. الشكل اللي عندي كان شكل عامل كده، ده كان الاليفيجن بتاعه، ده كان السايد فيو. احنا نسينا بس نقول حاجة في
السايد فيو كان فيه دبل لاينز هنا الاثنين داش لاين، معنى كده ان في مستوى هنا اللي احنا شفناه كارك داخلي، يعني في ارك هنا وفي الارك احنا قلنا الجزء مع ده هنا ونهايته مع نهايه الارك هنا. نحاول نشوف الايزومتريك بتاعه. ادي الايزومتريك، ادي في ادي اول طق، تاني طق، تالت طق، وادي الطق الرابع اللي هما كانوا اربع داش لاين بالاربع بوايا دول. بعد كده ادي الارك اللي موجود تحت، ادي المستطيل، ادي الارك اللي موجود تحت، ادي الارك اللي كان موجود فوق من هنا من الاوريجن. وبعد كده دي الدايره الكبيره ودي الدايره الصغيره، وده الارك اللي رابط ما بين الدايره الكبيره والدايره الصغيره، وادي الثقب اللي جوه، الثقب الداخلي لحد اخر الجسم المفرغ من جوه. شكله عامل ازاي؟ عشان نشوف التفاعل من جوه مش هيبان كده، هيبان لو خدت سيكشن فيو. فانا ممكن ان انا اخد من الاول كده سيكشن فيو وبدات كمان تمرين على السيكشن فيو، وبعد كده استنتج المسقط التاني عشان نشوف الاول السيكشن فيو. لو انا خدت من هنا كده سيكشن فيو، انا خدته من الفرونت بس انا مبينه لك في الايزومتريك علشان تشوف من جوه ايه اللي اتغير. ايه اللي اتغير؟ ان انا الشكل ده كده اتقطع من هنا بسكين، تمام؟ والشكل ده اتقطع والشكل ده اتقطع، بس ده كان اصلا مفرغ من هنا، فالشكل ده كده مقطعش، التفريغه دي مقطعتش. فانا لو انا جيت هعمل هاتشنج ليها، فانا اي حاجه اتقطعت معايا بعملها هاتشنج، بعملها تهشير. فانا هعمل تهشير للجزء ده كله كده، وهعمل تهشير للجزء ده، هعمل تهشير للجزء ده. الجزء ده مش هعمل له تهشير، بس هعمل تو سوليد لاينز من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا علشان بدايه مستوى، يعني بدايه ونهايه مستوى. بعد كده اللي هيبان من عندي هنا ايه كان مخفي وبان؟ الجزء التفاعل اللي من جوه ده كان ليه من هنا كده ارك داخلي، وكان ليه من هنا ارك داخلي، كان باين معايا ان هو ده شعر. بس انا لما خدت سيكشن فيو اللي كان قدامه اتشال فبان معايا، فحاليا هيبقى سوليد لاين. ممكن ناخد سيكشن فيو تاني، لكن المره دي مثلا ناخده من السايد. ايه اللي انا قطعته وايه اللي انا ما قطعتش فيه؟ اللي انا قطعت فيه هي الحته دي، الحته دي كلها قطعت فيها، الحته دي قطعت فيها، الحته دي قطعت فيها، الحته دي كانت مفرغه فما قطعتش فيها حاجه، الحته دي كانت مفرغه فما قطعتش فيها حاجه. الجزء ده والجزء ده هيبقوا نهايه وبدايه المستوى، بس نفس الحكايه برضه هنا، ان انا الجزء ده في التفريغ كان باين معايا داش لاين، هيبان معايا سوليد لاين علشان هو دلوقتي مبقاش مخفي، هو حاليا ظهر. ونفس الحكايه في الارك اللي فوق ده كمان، الارك اللي فوق ده كان باين معايا داش لاين، هيبان معايا سوليد لاين. كده خلصنا السكشن فيو بتاع السايد، وبكده يبقى احنا فاضل لنا انتاج البلان و التهشير بتاعه. لما اجي استنتج البلان تعال نشوف هي ايه اصلا اللي هيكون موجود فيها. بداية الاطار بتاعه ايه؟ الاطار الخارجي بتاعه هو هيكون من اول هنا لحد هنا، هيبدأ هنا كده. ايه الديتيلز اللي موجودة عليها؟ الديتيلز اللي موجودة عليها هو الارك ده، الارك ده والارك ده. الارك ده باين معايا ارك في الاليفيجن، يبقى هيبان معايا تو لاينز. التو لاينز نهاية الارك هي نهاية حدود الجسم، يبقى هيبان معايا ده سوليد لاين اللي هو نهاية حدود الجسم، والارك ده هيبقى وبدايته ده هيكون لاين سوليد هنا ولاين سوليد هنا. بعد كده التفريغ الاسطواني ده، التفريغ الاسطواني ده هيبان معايا كدايرة. ليه؟ لأن هو باين معايا في الإليفيجن تو داش لاين لكل واحدة، يبقى هيبان معايا في التوب سيركل.
فاحنا كده خلصنا الجزء اللي تحت. نطلع فوق هنلاقي الارك ده، وهو باين معايا ارك في الاليفيجن، يبقى هيبان معايا تو سوليد لاين في التوب. نطلع لقدام السوليد لاين ده والسوليد لاين ده بقى للي بعض، يبقى هيبان سوليد لاين واحد بس. هنلاحظ برضو حاجة ان السيركل دي لما هتيجي تعبى عنها في التوب، اتفقنا لو هي سيركل يبقى هتبان معايا في فيو سيركل، وفي الفيو التاني هتبقى لاين. طيب اللاين ده برضو بقى لللاين ده، يبقى اللاين ده برضو مش هيبان. يتبقى عندي ايه هنا؟ يتبقى عندي السيركل دي والسيركل الداخلية. السيركل دي هتبان معايا ايه؟ هتبان معايا خط مستقيم، والتجويف الداخلي ده اللي هو الشكل الاسطواني الداخلي ده هيبان معايا بعضه خطين مستقيمين وبعضه خطين دول هيكونوا داش لاين. نفس اللي حصل هنا بالظبط هو اللي هيحصل هنا، لان الشكل ده يعتبر هو لو حسبناه من المنتصف هنا كده، وهو ده هو ده. هنبص بعد كده من البلان زي ما اتفقنا، بقى عندي هنا الارك ده زي ما اتفقنا ان الارك ده هو الارك ده نفس الستايل، يعني هي نفس، اتفقنا ان الجزء ده والجزء ده هم بالظبط، يعني نفس الشرح اللي احنا قلناه هنا هو نفس الشرح اللي هنا. بقى عندي ايه؟ بقى عندي الجزء ده. الجزء ده احنا لو لاحظنا ان بص هو لحد هنا، لحد هنا يعني الجزء اللي جوه ده لحد هنا، ونكمل بقى يعني كمان نكمل بقى يعني احنا بعد ما لاحظنا هنا ان في الارك ده كده تمام، يبقى ده هيكمل يعني همشي بيه هنا كده سوليد لاين سوليد لاين لحد لما اقابل السوليد لاين ده، لان لو قابلت السوليد لاين ده يبقى الجزء الباقي ده الباقي ده كله كده هيبقى مخفي. طالما هيبقى مخفي يبقى هحول اول ما اقابل اللاين ده هحول اللاين يبقى داش لاين، وبعد كده كل الارقات دي هو ظهر معايا كارك في الاليفيجن، فهيتحول ل تو لاينز في البلان. تعالوا نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى شكله عامل كده، ادي اللاين بمجرد ما دخلت لجوه اللاين ده اتحول لداش لاين، وادي الداش لاينز دول بتوع الارك، وادي ارك في ارك هنا تاني في ارك هنا تاني، نفس اللي هناك هو اللي هنا. اللاين اتحول لداش لاين هنا وداش لاين هنا اول ما عدى من اللاين ده. وبكده هيكون كل اللي فاضل هو ان احنا ناخد سيكشن فيو للبلان. خلينا نعمل سيكشن فيو للبلان. ايه اللي اتغير عندي؟ كل اللي اتغير عندي في السيكشن فيو ان انا قطعت الحته دي وقطعت الحته دي. بعد ما قطعت الحته دي يبقى الحته دي هي اللي هتتهشى، الحته دي هي اللي هتتهشى بس، انما بقيه الجسم كله هيكمل زي ما هو. بقيه الجسم كله هو لاحظنا ان التهشيه مفيش حاجه مثلا ان هي كانت مخفيه وهو ظهرها لي، زي مثلا ان ده وده كان مستوى وبان عندي، يعني المستوى الحته السيركل دي لما اتقطعت بقت مستوى، فهي هعمل هنا لاين بدايه مستوى وهنا لاين نهايه المستوى، وهعمل هاتشنج في الجنبين دول والحته دي هجيب اسيبها خالص. هنلاقي في الديسكريبشن تحت الفايل ده مضغوط، هنفكه هيطلع لنا الفايل ده، هيبقى فيه البي دي اف. البي دي اف فيه رسمك عايزينتك والثلاث مساقط، وبعد كده هنشوف التحشير بتاع المسقطين هنا السايد والبلان، وتحت هنلاقي التحشير بتاع الليفيجن، وبعد كده هنلاقي الاربع فايلات دول. الاربع فايلات دول هما هيفتحوا معاك لو انت على ويندوز 10 على طول، لو هتفتحهم على تليفون هيفتحوا على برنامج فاست اس تي ام فيور. انا بقول انه يستحسن انت تفتحهم على فاست اس تي ام فيور عشان الاوبشنز اللي فيه بتبقى احسن. هسيب لكم اللينك بتاع البرنامج في الديسكربشن.
هتلاقي فيه السكشن فيو، انا واخد سكشن فيو، ممكن انت تعمل ريزولوشن عليه، هتلاقي على اس تي ال فيو هو عادل الفيو مش زي ده. عموما على برنامج اس تي ال فيو هتلاقيه احسن، هتلاقيه عادل لك الفرط، وممكن انت تلف حواليه يبقى تشوف كل الديتيلز اللي موجودة فيه. شكرا.